أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب التاسع، 9th exercise. أكمل كالمثال. Complete like in the example. So here ولد is written, so you write it here. يأكل الولد. The boy eats. تفاحة من أبل يأكل الولد التفاح. The boy eats the apple. Whatever is written in the bracket, you will write it here and make the sentence. Miss Sara. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. جي يأكل الولد. The boy eats an apple. يأكل الولد التفاح. The boy is eating the apple. يأكل الولد التفاح. يحفظ التلميذ. يحفظ التلميذ. The student is revising. Is it okay, sir? Memorizing. Memorizing. Okay. يحفظ is memorize. Okay. Dash القرآن. يحفظ القرآن. يحفظ التلميذ القرآن. Okay. يحفظ التلميذ القرآن. يحفظ التلميذ القرآن. قدم أحمد. قدم is submitted. Yes. Okay. قدم الأوراق أحمد. Is that okay? There's no rock here. Okay, then where is the word I have to use, sir? Here it is. الطلب Okay. قدم أحمد الطلب. Okay. قدمت طلب أحمد. Wrong sentence. Okay, it will be قدم. قدم أحمد الطلب. Okay, قدم submitted أحمد. الطلب is the Application. application. Okay, sir. So it will be قدم أحمد. أحمد الطلبة. صحيح. Okay. يقرأ and it is بكر. Okay. يقرأ القصة بكر. Wrong answer. Okay. يقرأ بكر القصة. iPhone. Rihanna. جی سر، السلام علیکم. وعليكم السلام. الأم تخيط الثوب. تخيط الأم الثوب. تخيط الأم الثوب. جی سر. تكتب درس المدرسة. تكتب المدرسة الدرس. تكتب المدرس الدرس. تكتب المدرسة المدرسة الدرس. جي سر. كذب مدرسة الدرس. قدم الأم قدمت الطعام. قدمت الأم الطعام. قدمت الأم الطعام. قرأت البنت الكتاب. يا بنت قرأت الكتاب. قرأت البنت الكتاب. كتاب. التدريب العاشر، 10th exercise. دع كل كلمة في جملة. Put each word in a sentence. Miss Rizwana. السلام عليكم.
وعليكم السلام. قابلة. قال قابلة means interview, no? met قابلة مين met. Met, yeah. Met, okay. قابلة. قابلت الطبيب مريضة. اوكي قابل الطبيب المريض. المستوى. المستوى is the state, no? المستوى من الطبيب ليفل. درس الطبيب يا درس درس طالب في المستوى الأول. اوكي درس الطبيب في المستوى طالب الأول. اوكي تنتهي means end, no? yes ends finishes End. completes. Yes. Okay. الفصل. No, فصل. No, it should be a female word. No. yes الفصل تنتهي بعد قبل الدور. No, فصل is masculine, تنتهي is feminine. Yes, that's what I'm saying. It should need a feminine word, no? Yeah. Tantahi. It's feminine word. And Shara is also not. Tantahi. Tantahi. Anyone? Asayarata. Asayaratu. Tantahi. زينب تنتهي الدرس. اوكي تنتهي زينب الدرس. اوكي قدم submitted submitted. yes. bring forward. الطالب قدم what is that application. طلبا تمام. طلب إلى المعدل إلى المدير. أميت المعد. اوكي أميت قدم المعد. طالب طلبا الى المدير. اوكي أسوي أطلع أطلعت اليوم خميس وجمعة في الأسبوع. What is the meaning of the sentence? We have holidays on Thursday and Friday in a week. عطلات الأسبوع. كل أسبوع. عطلات الأسبوع يوم الجمعة ويوم السبت. Okay, whatever it is. Like this. عطلات الأسبوع يوم الجمعة ويوم الخميس. Then Sabrina. تبدأ means learning. Starts, begins. Start of, begin. Okay, so الدرسو تبدأ في فصل الخريف. Okay. Repeat the sentence. الدرسو تبدأ في فصل الخريف. درس is masculine, تبدأ is تبدأ feminine. is female, no? Okay. So درسو no. درسي or الدرس تبدأ دراسة. دراسة. تبدأ دراسة في فصل الخريف. Okay. يوم is day today. So أحمد هردت هردت في اليوم. What is the meaning of the sentence? Okay, هردت. Okay.
أحمد خرج في اليوم. No, he left today. What will we say? How we say in اوكي، English? خرج احمد اليوم، ذهب احمد اليوم، اليوم ذهب احمد اليوم. ذهب يا أحمد اليوم. اليوم الأوراق وكده documents. So, قدمت له الأوراق قدمت له الأوراق اوكي، قدمت له الأوراق، correct. السفتي كلاس. أحمد درس في الأول. اوكي، أحمد آه صح، يدرس في الصف الأول. يدرس في صف الأول. جديد is new. So, كمال is كمال طالب جديد. كمال طالب جديد. التدريب الحادي عشر إلى exercise اقرأ ما يأتي. Read what is below. So whatever will be written in the bracket, it will be replaced in the next sentence. So for the time being, just translation. Miss Sara. I start from here. Yadrusu Ahmadu. Yes. Okay. Yadrusu Ahmadul Logatil Arabiya fi Jamiati Umil Kura. Ahmad studies Arabic language in the University of Umm Al Qura. It's okay, sir? Yes. Okay. Yadrusu Kamalun Logat al Arabiya fi Jamiat al Umm Al Qura. Maktab al Muqarrama. Yadrusu Kamalun Logat al Arabiya fi في مكتب المكرمة. مكة المكرمة. يدرس كمال لغة العربية في مكة المكرمة. No, it's a different one. Okay. يدرس كمال القرآن الكريم في مكة المكرمة. يدرس كمال القرآن الكريم في مكة المكرمة. أوكي. يحفظ كمال القرآن الكريم في مكة المكرمة. يحفظ كمال القرآن الكريم في مكة أوكي. It is يحفظ كمال Please get to the next القرآن sentence. الكريم. تحفظوا فاطمة القرآن الكريم. أوكي، تحفظ فاطمة القرآن الكريم في مكتب في مكة المكرمة. أوكي. It is الطالبان. So يتعلم طالبان القرآن الكريم في مكة المكرمة. So it will be يتعلم طالبان القرآن الكريم في الثقافة الثقافة الإسلامية. So why Read it is is not not يتعلماني. sorry I'm asking sir, what what is is your difficulty? question? Why it's not يتعلماني? Because it is جملة فعلية. Yeah, no, if it is that's what I'm continuing. If it is التعلماني يتعلماني, then it will be يتعلماني. Yes, if it is جملة اسمية, then you will use the مثنى form of the فعل. الطالباني. You will use the مفرد form of the فعل. Yes. Okay. Okay, sir.
يتألم الطالبان الطالبان الثقافة الإسلامية في معهد أوكي I will say it. يتألم طالبان معهد اللغة العربية Nothing to في change. Just read the sentences. We don't need to change أوكي anything. أوكي سر يتألم الطالبان الثقافة الإسلامية في مكة المكرمة يتألم الطالبان الثقافة الإسلامية في معهد اللغة العربية تدريب الثانية شرح 12 exercise اقرأ الجملة ولاحظ الفرق بين المجموعة حمزة والمجموعة با read the following read the sentences and note the difference between the first column and second column. Okay, first you read them and then we will see what is the difference between them. Miss Amina. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله. حضر طالب student came نجح التلميذ the student success Yes, I'm succeeding. succeed نعم الولد the boy slept دوخت الأم طبقة الأم ماذا سكوكي Sorry, سكوكت repeat the sentence. طبقة الأم ماذا طبخت كوكت ولا ماذا الأم. سكوكن The mother طبقة cooked. الأم The كوكت mother. أوكي استباست أوكي سلت البيت أبريد أت هوم The girl prayed. Oh, bint, bint, sorry, bint. Bint, the girl prayed. تكلمت المعلمة. The teacher spoke. Okay, yeah, use okay. The takallamatil muallima, there is a mistake here. We don't have any fatah here. Yeah. Okay. Next. سعيد المعلم سعيد المعلم السلمة سعيد المعلم السلمة The teacher climbed the stairs. climb the stairs okay كتب عمر طلبة والله دلبة دلبة يا دلبة عمر رود an application wrote the application. بس wrote the application فصح الطبيب المريض the doctor examined the patient قعدت البنت المائدة the girl spread the مائدة the mat The dining table. the dining table سألت الأسرة المقربة the family bread مقرب دبخت الأم دعامة the mother cooked the food What so is first is written? لازم and second is متعدي no Yes. So what is fail? verb Can anyone tell me? So verb fail verb is a verb okay طبخت الأم fail is verb correct. Give me some examples of fail from this page. حضرة نجا نامة طبخت به نسر فلت به طبخت طبخت نجح به
التي تكلم حضر. أوكي. واجد تطبق فعل هزر نجح نام طبخت صلى تكلمت صيد كتب لمسة. فاز عادت So what is سمعت نجاح سبق sir؟ succeeded succeed. Okay sir. So these are the example of fail, a fall. Then we, what is file? Is the Subject. doer sir? Subject. Doer. Doer of the verb. Doer of the verb. So Wallah. here talib, tilmiz, walad, bint, muallima, muallim, umar, tabi, bint, usra, These are the examples of fa'il. Fa'il. What is maful bihi? The object or the Kullam. predicate? Predicate. Kullam Subject marid. of the verb. Maida. Maghrib. Ta'am. Sallallahu alayhi wa sallam. Maful bihi is the sad door. Okay, so here you see, sorry, what happened? What is maful bihi? Sir, sullam hai na? The object. Yes, object. Okay, so here the examples are sullam, talab, marid, maida, maghrib, taam. These are the examples of maful bihi. Maful bihi. Maful bihi. Now note the difference here. These verbs don't need any maful bihi, but these verbs need maful bihi. So these verbs can, these sentences give us a complete meaning without maful bihi, but these sentences need a maful bihi to give us a complete meaning. Otherwise, we don't understand what is it. Okay. So. These types of verb which don't need a maful bihi, these are known as lazim. Fail lazim. Okay, fail lazim. And these verbs which need a maful bihi, these are known as a fail al muqtadi. These are fail Al lazim. You can just write lazim as well. It is simple. Okay. Miss Rihanna, those verbs which need a maful bihi, what are they known as? Sir, please zara Urdu mein bolenge Hindi mein. Jinko maful bihi ki zarurat hoti hai, un afaal ko kya kehte hain? Ji unhe mu'tadi jo abhi aapne bataya al mu'tadi. Mu'tadi. Aur jinko zarurat nahi hoti maful bihi ki wo lazim, pehle lazim. تدريب الثالث عشر 13th exercise اكمل كالمثال complete like in the example معلمة female teacher this is just counting read this counting معلمة واحدة معلمتان معلمتان اثنتان ثلاث معلمتان اربع معلمتان معلمات خمس معلمات ثلاث معلمات أربع معلمات خمس معلمات ست معلمات سبع معلمات ثمانية معلمات تسع معلمات عشر معلمات. Tell me the same counting for Mohandisa. Muhandisun wahida. Muhandisatun wahidatun. Muhandisatun wahidatun. Muhandisatani isnani. Isnatani. Muhindisa. सॉरी सर मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती हूँ सर. मुहंदिसतानी इस्नतानी मुहंदिसतानी इस्नतानी सलासु मुअल्लिम मुहंदिसात अरबाउ सलासु मुहंदिसात ओके जी जी अरबाउ मुहंदिसात
خمس مهندسات، سبعة مهندسات، سبعة ثمانية، يعني سبعة سبعة مهندسات، ثمانية مهندسات، سبع مهندسات، ثمانية مهندسات، تسع مهندسات، عشر مهندسات. مستر رزوانة. إحدى عشرة مولمتن، اثنتا عشرة مولمتن، ثلاثة عشرة مولمتن، أربعة عشرة مولمتن، خمسة عشرة مولمتن، ستة عشرة مولمتن، سبعة عشرة مولمتن، ثمانية عشرة مولمتن، تسعة عشرة مولمتن، عشرون مولمتن. إحدى عشرون مولمتن، اثنتان وعشرون مولمتن، ثلاثون وعشرون مولمتن. Eleven female engineers. إحدى عشرة مهندساتن، إثنا عشرة مهندساتن. What is your final answer? إثنتا عشرة مهندساتن، ثلاثة عشرة مهندساتن، مهندساتن. مهندساتن، أربعة عشرة مهندساتن، خمسة عشرة مهندساتن، ستة عشرة مهندساتن، سبع عشرة مهندساتن، ثمانية عشرة مهندساتن، ثمانية تسعة عشرة مهندساتن، عشرون مهندساتن. Next 21. إذا عشرون، إذا عشرون In the wash room. إذا وعشرون مهندي ستن، إثنتان وعشرون مهندي ستن، مهندسة. مهندي ستن، إثنتان، and this is سلاسون. ثلاثون وعشرون مهندساتن. سبينا. 24. 24 will be 40. 40. 40 وعشرون مهندسا، مهندسة. اوكي then 25 وعشرون مهندسة. خمسون و 50. okay. 50. 50. then 60 و 60 sir. ستون ستون وعشرون مهندسة، مهندسة، then ستون we have وعشرون مهندسة، then ثلاثين، سب، then ثلاثين ثلاثي، سلاسون، سلاسون مهندسون، مهندسة، مهندسة. 40. 40 will be 40.
Yes. مهندساتن، Yes. then 50 مهندساتن، then Yes. 60 مهندساتن، then 100 مهندساتن. تين مهندسات تين. This is مجروح. Anybody, any question? Start with Sarah. Yes, sir. Spellings. The year is Aam, Ain, Alif, and Meen. Surah, Swad, Waw, Ra, Ta Marbuta. Sharika, Sheen, Kaf, Ra, Ta Marbuta. شركة شركة شركات. Cause is sabab. Teen ba ba sabab. Number quality not other is quantity is other not other sir. Rakam. Rakam rakam. Okay. Rakam. عدد Ard ard. Ain ra and dal. صورة صور عدد أرض أرض عين را دال that which is whoever whichever okay that so this is الذي الذي for masculine from من ميم and نون. Four or two is B or لا Li La. Okay, La. Al Al. آمينة. سبب ولي أسباب دولي شعب شعوب دولي نمبر 2 دولي نمبر 2 شعب شعوب عاد يعود عاد شاء يشاء عاد يعود نمبر 2 عاد يعود نمبر 2 شاء يشاء شعب شعب يا نمبر 4 ماشي شعب فورد شعوب دولي 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 نمبر 2 دولي جلوبال نمبر 1 شعب شعوب عاد يعود هذا يعود نمبر 2 عاد اثنين يعود لسه نمبر 3 شاء يشاء الآن الآن شاء يشاء نمبر 1 شاء يشاء time moment in number 1 انا اي مين الآن الآن and 3 عاد يعود
And number three. Is there Good, nut good, on? good. Nut on. Okay. No, don't. Okay, number one. Air out so little, nut on. Two, I think. Not on. Elan. Number two. Dually. Number one. It is written not on. Yeah, it's not on. So it's four. Not. Three. Elan. Four. Mr. Rihanna. Yes, sir. Wow. What? Fee. Fee. Sha, number one. Yes, sir. Shab, number one, first one. Shab, Shu'ub. Third one. Dually. Fourth one. An, Talan, Shab, Shu'ub. Spelling bolna hai, sir? Shab, Shu'ub. شين علي با شعب شعوب شين عين با شا شين ألف حمزة شاء يشاء دولي دال واو لام يا دولي عادة. عاد Second. يعود شا شين ألف حمزة شاء يشاء آن تلان آن تلان شاب شين عين با شعب شعوب عاد عين ألف دال يعود أن آن ألف نون الآن دولي دال واو لام يا دولي عاد عين ألف دال يعود Do I need to take the test of our teacher? If he come within 5 to 7 minutes, then I will send the link in the WhatsApp group and you can join that. See you all next time, inshallah. Masalama. Tomorrow is Monday, Monday and Tuesday we study Hadith. So you can join the Hadith class as well on Monday and Tuesday. Masalama. I can't hear one.